انا واحد من الساكنه ديال العماره بحكم كنسكن في الطابق الرابع. اليوم كنتفاجئ بواحد الخبر ديال واحد الوفاه اللي عثرت عليها الشرطه، يعني مخبعه ومبني عليها. هادشي اللي استطعنا اليوم نعرفوه من الشرطه ومن الناس وبحكم حنايا ما كانت الساكنه يعني كلها جديده، الجريمه وقعت صافي لونطو هذه في 2018. كنتفاجئوا اليوم بحكم اننا سكان ناس خدامين على رسوم ما كيسقسيوش بزاف، وكان الحمد لله ونشكروا بان الشرطه في خدمه هاد الناس، والحمد لله الامور راه تحت السيطره وهادشي اللي كاين، والجديد راه باقي غادي. اللي سمعناه هو هادشي اللي كاين، والجديد راه باقي غادي يبان بحكم فعلا الخبر سمعناه اليوم والبارح. اما شحال هذا كنا كنسمعوا غير يعني ناس خدامين في الدار، يعني كاين خدمه يعني اطاشرون بحال هكا، ولا ناس كتخدم اصلاح. هادشي اللي ما كناش كنتوقعوا بانها تكون يعني جريمه بهذا الحجم، ولا لا 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 ما كانت لا استدعاءات لا حتى شي اسئله كاع، بحكم انني كنسكن يعني قرب هاد لابارتمون، يعني كانت اسئله سطحيه وكانت جرأه منا حنا بغينا نعرفوا، وكانت الشرطه اصلا ما عطاتناش يعني اجوبه لان ما بغاتش. ما عمرت انتباهكم شي حاجه هكذا مثلا؟ لا 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 ما كانش لا ابدا. بالنسبه لكم صدمه؟ كانت صدمه فعلا، لان الناس عندها وليدات كتخاف عليهم بحكم ان هنا جريمه بهذا الشكل، راه بطبيعه الحال الساكنه راه غادي تكون عندها طيح لهم يتفاجئوا. الروح عزيز عن الله. واش حاجه طبيعيه؟ لا الدار ما كانتش مسكونه، يعني مرات قلال يعني في السنه جوج مرات ثلاثه كنشوفوا ساكنه وصافي، الناس كيزوروا الدار ديالهم حاجه عاديه، لان ما غاديش تسقسيهم وما غاديش تعرف عليهم شي حاجه كثيره. واش كنتو كتشموا شي ريحه خارجه من ديك؟ لا الريحه كانت قليله، والريحه كنا كنشكو يعني ريحه ديال لي زيكو، يعني ديال الصرف الصحي هادشي اللي كاين، يعني باش تحكم بان ريحه ديال جوج ترى ما كاينش هكشي. المنظر هذا من ساكنه طنجه الباليه الدوحه الفوقانيه طنجه الباليه. اليوم من فقس في الساعة ديالي من تمشي للشغل تلاقاني مقدم ورجال الأمن، سمعت واحد الخبر 2018 واحد الإنسان كان ساكن في الحومة، أنا ما عمري ما شفته، قال لك راه صبح مقتول، والسنين هو مقتول من 2018. حنا واحد السكان ساكنين بولادنا هنايا بالعائلة ديالنا، تفاجأت من تفاجأت دابا أنا رجعت خايفت على الدار ديالي على ولادي. تفاجأ أنا كيفاش هذا الخبر هذا، كيفاش وقع، إمتى هادشي هذا؟ ما تفاجأ واحد المفاجأة كبيرة، كيفاش شنو هو المشكل؟ قال لك راه ولادو قتلو هادي وهادي ومراسو وكذا وعايشين معاه، والله ما هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل. ما توقعتها شي مره اخي، مره ما توقعتها شي اخوه ديالي، مره الموضوع هذا كنا سمعنا في قصبه شحال هادي، ودابا السنين عاود نرجعوا لنفس المنظر.